ما أسلفنا فيه. استهلال هذه النشرة عقدت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا اجتماعا لقاء تشاوريا أوليا مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وأعضائه. سنتحدث عن هذا الموضوع مع الدكتور حمزة قديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب من الرباط. أهلا بكم دكتور حمزة قديرة. شكرا جزيلا على الاستضافة. إذن هذا اجتماع أولي مع مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما الذي دار فيه؟ لا بالطبع اليوم المغرب تعرف واحد اللحظة تاريخية، والمنظومة الصحية في المغرب بالأخص تعرف واحد اللحظة تاريخية ألا وهي الإصلاح الجذري ديال هذه المنظومة هذه، وذلك بأوامر من صاحب جلالة نصره الله. فكانت لدينا لقاءات في السنوات الماضية، لكن هذه اللقاءات ما مشاتش بعيد. فمنذ التعيين ديال المدير الجديد على رأس المديرية اللي هي بالطبع هذه التغيير وتولي فيما بعد وكالة الوطنية للأدوية والصيدلة كيف جاء في القانون الإطار 0622 اللي تم التصويت عليه مؤخرا. اللقاء كان جد إيجابي، اللقاء كان مسؤول. بالطبع النقاش كان داير حول ما يسمى بالسيادة الدوائية للبلاد ديالنا وكيف جا في التعليمات ديال صاحب الجلالة. لقاء كان حضرت فيه كل مكونات ديال المهنة، صيادلة الصيدليات، صيادلة إحيائيين، مصنعين، الموزعين. درنا ذكرنا على خارطة الطريق اللي غنشتغلوا عليها باش يمكنوا هذا القطاع يقوم بالدور ديالو، ويمكن لي ناكد لك على ان القطاع الصيدلاني يكون عنده واحد الدور كبير بزاف في انجاح هذه المنظومه الصحيه الجديده. لاننا كيف تتعرفوا كنتوفروا على صناعه دوائيه وطنيه في مستوى عالي، كنتوفروا على 12,000 صيدليه اللي هي موزعه عبر التراب الوطني واللي هي كتستقبل 1,200,000 مواطن يوميا من اجل النصح ومن اجل حل المشاكل الصحيه ديال الناس هادو. وهاد 12,000 صيدليه كتقوم دور جد ايجابي، لانه كيف تتعرفوا حنا عندنا واحد النقص مع الاسف الشديد في اعداد ديال الاطباء والعدد ديال الممرضين. ولهذا يعني هيكون من الايجابي اننا نستافدوا من هذا التواجد ديال 12,000 صيدليه، ونعطيوها الامكانيات ديال العمل، نعطيوها صلاحيات جديده. يعني ما المفروض على اننا خصنا نشوفوا الجانب القانوني، اي التشريع اللي كي ينظم هذه المهنه هذه. ما المفروض نشوفوا الصلاحيات ديال صيادله الصيدليات واللي يجب التوسيع ديالها، فمثلا بحال التلقيح، بحال المواكبه ديال المسنين في الاخذ الادويه ديالهم بشكل منتظم الى اخره. وبالطبع وخصنا نسعاو باش المسالك القانونيه ديال الادويه نحتفظوا عليها، ونسعاو باش كل ما هو موجود في القانون يكون داخل الصيدليه. وهنايا كنتكلم على المستلزمات الطبيه المعقمه، كنتكلم على لي برودوي فيتيرينير، كنتكلم على واحد الصيدلاني. هذه يلعب دور جد ايجابي في تشجيع طيب. ديال الادويه الجنيسه. هل تم التحاور؟ تعرفوا على ان عدنا على المقاطعه، ان الصناديق خاصنا نحافظوا لها على الاستدامة ديالها، الصحية الاقتصادية ديالها، ولهذا يجب الدفع. دكتور حمزة قديرة، في لقائكم مع وزارة الصحة عذرا عن المقاطعة سنأتي أيضا إلى دفتر التحملات، ونأتي أيضا إلى الإشكاليات التي يعرفها قطاع الصيادلة. لكن دعني أسألك في البداية، هل تحدثتم فيما يتعلق بانشغالات الصيادلة في حد ذاتهم كفئة مهنية لديها انشغالات، وكان هناك حديث في السنوات الماضية على أنه هناك صيدليات تغلق وغير ذلك، والنموذج الاقتصادي للصيدلة في حد ذاته؟ ما فيه شك على أننا تكلمنا في كل ما هو متعلق بالقطاع، بما فيه الإشكالية
والازمه اللي كيعرفها القطاع وكيعرفوها واحد العدد هائل من الصيادله اللي هو يقدر ب 3000 فاكثر، فكيف يعقل صيادله يعني من المفروض انهم يعيشوا بكرامه من العمل بالعمل ديالهم، الشيء اللي ما متوفرش اليوم واحد العدد مهم. اليوم عندنا صيادله مع الاسف الشديد اللي هما ولجوا السجن الى اخره. اليوم تتعرفوا على ان كاين واحد التضخم في المغرب اللي هو حوالي 8% لو طو دانفلاسيون اللي كاين، كل شيء كتغلى الا الدخل ديال الصيدلاني في الوقت اللي حتى المساعدين خاصهم دي زوغمونطاسيون، كاين دي زوغمونطاسيون ديال اللواي، كلشي كلشي الحياه بصفه عامه ارتفعت مع الاسف الشديد من بعد الجائحه وفي اطار هذه الحرب اللي كاينه بين طيب روسيا واوكرانيا الى اخره. فهاد الاشكاليات كلها تكلمنا عليها، السيد المدير مع الاطر المصاحبه اللي كانت معاه كتمثل السيد وزير الصحه اللي كان حييه من هاد في اطار هذا النقاش اللي كان مع المديريه، بين على تفهم كبير وتكلمنا على اننا ندير الخريطه الطريق باش نصلحوا القطاع، لانه كنقول طيب وكناكد وسجلوا عليا من التاريخ على ان المنظومه الصحيه هذه يمكن لها تنجح بواحد النسبه مئويه كبيره اذا كان القطاع الصيدلاني في صحه جيده من اجل اداء المهام ديالو. طيب ماذا عن الاجنده المقبله لكم مع وزاره الصحه؟ اللقاءات المقبله، الاستحقاقات، الاهداف التي تم رسمها؟ من المفروض على اننا نخلقوا لجان عمل في اسرع وقت ونبداو نشتغلوا بواحد الاجنده اللي هي قصيره بزاف باش نعطيو نتائج وندوزوا للتطبيق، لانه فعلا وانا باقي كنأكد القطاع تيعيش واحد المجموعه ديال الاكراهات وديال المشاكل. طيب يجب الاهتمام به. ماذا عن وبالطبع دوينا في نقاط اخرى اللي هي جد مهمه، دوينا على التكوين المستمر، دوينا على الرقمنه ديال القطاع، يعني ما خلينا حتى شي حاجه اللي ما تكلمناش عليها. وحنا ماذا عن دفتر التحملات؟ وحنا عندنا واحد المجموعه ديال لانه الوقت في هذا الباب هذا لانه الوقت يتداركنا في الواقع. دكتور حمزه قديره، ماذا عن دفتر التحملات والتزامات الصيادله تجاه يعني الإطار القانوني الذي يؤطرهم وما يتصل أيضا بالوضعية الاجتماعية للمساعدين؟ نحن المساعدين بالطبع ديالنا كنحييهم وتقوموا بدور جبار، ونحن كنهتموا بالوضعية ديالهم وتنحسنوها بالطبع في قدر الإمكان. أما بالنسبة لدفتر التحملات فإحنا أوني تونغاجي، احنا مستعدين كل استعداد من اجل انجاح هذا الورش الملكي، ورش اجتماعي، ورش تاريخي لصالح المواطنين ديالنا اللي احنا كنعرفوا كل ما يحسوا به هاد المواطنين في الجانب الصحي ديالهم. ولهذا كونوا متيقنين على ان صيادله مجندين من اجل انجاح هاد الاصلاح ديال المنظومه الصحيه. شكرا. والدخول في مرحلة جديدة في إطار هذه المنظومة. شكرا جزيلا لكم الدكتور حمزة قديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة المغرب على كل هذه التوضيحات.